الإنسان يصير في قبضة الشيطان. الإنسان إذا عود الشيطان أن يهيمن عليه، إذا صار تابع للشيطان، كل يوم الشيطان يأمر بأمر، الشيطان خو ما عنده قوة. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم. الشيطان اليوم تريد تقوم لصلاة الصبح يقول لا تقوم، واحد ينام. بكرة يقول له انظر إلى هذه الفتاة فينظر. يعني هذا أصبح طيع للشيطان، في قبضة الشيطان. في لحظات الاحتضارم يقول له لا تقل لا إله إلا الله، هو ما يقول لا إله إلا الله.